إذا نحب نبدأ به، اليوم كانت مباراة 50-50 سواء كانت فريق تطوان أو فريقي. اليوم بالحق جينا نابا في الكرة، عملت الشوط الأول دخلت بأربعة أربعة اثنين، حبيت نسجل من الأول، لكن كنا فريق واقف على ساقيه، فريق ممتاز، فريق تطوان يلعب على أرضه قدام جماهيره، ما سجلناش، ما سجلوش هما. قمنا بتغييراتنا الشوط الثاني، التغييرات الهجومية، حبينا نسجلوا، حبينا نمشيو قدام، ما نكذبش عليكم، جينا نقلبوا على ثلاثة نقاط، حبينا نعوضوا المباراة الأولى اللي لعبناها ضد أكادير، حبينا نعوضوا اليوم بثلاثة نقاط، هكاك يكونوا عندنا أربع نقاط، لكن قدر الله ما شاء فعل. الكرة حبت هكا، الحمد لله الدراري نتاعي قدموا الواجب سواء كانت المباراة الأولى أو المباراة هذه، لكن هذيك أحكام الكرة، 0-0، لكن فما الفولوم دو جو، اللاعبين قاعدين يمشيو قدام، قاعدين يخدموا إن شاء الله اللي جاي أحسن. نشكر الجمهور بتاعنا اللي جاء من مسافة طويلة، نشكره كثير. إن شاء الله مع ثلاثة نقاط الجاية إن شاء الله على أرضنا ضد الفيوس، إن شاء الله ما تنفرحون ثلاثة نقاط الجاية. لكن على العموم المباراة اليوم كانت 50-50 بين الذراري بتاعتي وبين الذراري.